السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي اسمه ستايل جان. ده بيبدأ إن هو يولد صور من صور تانية، بيدمج صورتين مع بعض، يعني بيجيب لك مثلا صور لأشخاص، دي صور تخيلية مش حقيقية، طبعا مش أشخاص بس أنت ممكن تستخدمه في استخدامات تانية كتيرة جدا ما دام معاك الخوارزمية أو الفكرة اللي موجودة. طيب خلينا نبص كده سريعا. ده مثلا الورقة بتاعة البحث لو أنت عايز إن أنت تفهمها، جنريتور اركتكتشر فور جنريتيف ادفيرسوال نتورك. طيب تعال نشوف الفيديو. نقول له عايز التشغيل. دي الصورة، بيدمج الصورة دي مع الأربع صور اللي فوق، يطلع لنا الأربع صور اللي تحت. ده ايه الجزء اللي فوق وبعد كده بي، وهو بقى بيدمج كل صورة مع دي. بص هنا بيغير لك كل اللي تحت دول بناء على دمج الصورة دي بالأربعة اللي فوق، فبينتج لك صور لناس ما كانوش موجودين أصلا. هي دي فكرة من الأسلوب بتاع الذكاء الاصطناعي دوت. بص مجرد إن أنت غيرت في شكل فيهم الصورة ان هي تتغير، عندك 3 صور بيدمج بينهم بيطلع لك صورة مختلفة تماما بمجرد ان تغيرت. هنا بقى بدأ ان هو مثلا يتحكم في حاجات معينة، في الشعر، في الأنف، في وهكذا، حجم الدمج بين دي ودي، يعني ياخد من دي جزء معين ومن ده جزء معين. فده نوع من انواع الذكاء الاصطناعي اللي لازم نهتم بيه. تمام، بيبقى عندك انواع كتيره من السيارات وانواع كتيره من العربيات وانواع كتيره من القطط، كل ده من خلال ان هو بيدمج صور 3 عربيات بعربيه معينه تطلع لك عربيه مش موجوده في الحقيقه. وده نوع من انواع الابتكارات، ممكن تلاقي فكره حلوه للسياره او فكره حلوه للاساس.